السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التقوى الطلاب والطالبات، بسم الله نبدأ معكم لقاءنا الثالث في مقرر القانون التجاري، وكنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة في الحديث أو بدأنا الحديث حقيقة عن الآثار المترتبة على التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني، ونريد أن نواصل هذه المحاضرة من حيث توقفنا في المحاضرة الماضية، وأيضا نريد أن نركز بصورة واضحة على أن التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني تعتبر هي الأساس في الحديث عن القانون التجاري، لأن القانون التجاري أصلا كان فرعا من فروع القانون المدني، وحينما استقل عن القانون المدني كانت هنالك أسباب ودواعي لهذا الاستغلال. هذه الأسباب والدواعي تتمثل في الآثار التي نتعرض إليها الآن أمامنا، وأول أثر من هذه الآثار هو الاختصاص القضائي. والاختصاص القضائي نقصد به المحاكم المختصة بنظر المنازعات أو القضايا التجارية ونظر المنازعات أو القضايا المدنية، ولعل هذا الأمر من الأهمية ما كان، وتأتي أهميته من أن المتقاضي حينما يستطيع أن يحدد منذ البداية ما هي المحكمة التي يلجأ إليها في الفصل في منازعاته مع الطرف الآخر، يكون قد قطع نصف المشوار، وذلك بسبب أنه قد سلك الطريق الصحيح منذ البداية. فعندما يعرف المتقاضي أن المحكمة التجارية هي المختصة بنظر منازعته، فلعله لا يضيع وقتا كثيرا في المحاكم المدنية، وفي نهاية المطاف يخبره القاضي بأنه ليس مختص بنظر هذه المنازعة، وعليه أن يذهب إلى محكمة أخرى. أيضا المتقاضي المدني عندما يعرف منذ الابتداء على أنه مختص، على أن النزاع الذي هو يريد أن يرفعه مختص به المحكمة المدنية، فيذهب ابتداء للمحاكم المدنية. لذلك تجدنا نركز على هذه الجزئية تركيزا كثيرا، وسبب تركيزنا بأن المنازعات التجارية تذهب إلى محاكم تجارية، والمنازعات المدنية تذهب إلى محاكم مدنية، هذا بصورة عامة. وإذا أردنا أن نطبق هذا الوضع على ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية، فنجد أن القضايا التجارية أو المنازعات، بمعنى من استخدم كلمة قضايا أو منازعات، المعنى واضح واحد، لأن القضية اللي هي تسمى بلغة القانون اصطلاحا تماما تسمى دعوة، وأطراف الدعوة هم طرفين، المدعي والمدعى عليه. المدعي هو صاحب الحق الذي يطلبه ويرفع الدعوة، والمدعى عليه هو الشخص الذي يطالب بالحق من الطرف الآخر إلى أن يثبت دعوة. فلذلك يجوز لنا أن نقول دعوة، يجوز لنا أن نقول منازعة، يجوز لنا أن نقول أيضا قضية. ففي المملكة المنازعات التجارية والقضايا التجارية تنظر أمام ديوان المظالم في دوائر خاصة تسمى هذه الدوائر الدوائر التجارية، وصدر قانون في المملكة أو نظام في المملكة يتعلق بتنظيم المحاكم التجارية في سنة 1428. هذا النظام تم تفعيله، والآن تم العمل بهذه المحاكم، لكن وفقا لما هو في مسجل لديكم في المحاضرات المسجلة الحية، أن ديوان المظالم هو المختص بنظر هذه المنازعات والدوائر التجارية تحديدا. فلذلك نلتزم بها بما جاء في هذه المحاضرات المفرقة، لكن يجب أن نعلم على أن المحاكم التجارية أصبحت نشطة وأصبحت فعالة وفقا لقانون 1928. أما القضاء المنازعات المدنية أو القضايا المدنية، فهذه تنظر أمام المحاكم العامة أو المحاكم، ما يسمى عندنا من المحاكم المدنية، وهذه تختص بها محاكم أخرى غير المحاكم التجارية، ودي من الأهمية المكان. يعني لماذا نحن نريد أن نميز
بين العمل التجاري والعمل المدني، لأنه من الضرورة ما كان أن نعرف أن المحاكم التي تنظر القضايا المدنية هي ليست المحاكم التي تنظر القضايا التجارية. لذلك من باب أولى أن نميز بين العمل المدني والعمل التجاري في هذا الجانب. هذا البند الأول في التمييز بينهما. البند الثاني قواعد الإثبات في العمل التجاري. قواعد الإثبات في العمل التجاري، وهذه لعلها أيضا من النقاط أو من الفروق المهمة جدا بين العمل التجاري والعمل المدني. ولما نريد أن نتحدث عن الإثبات، الإثبات بنقصد به أي طريقة أو أي وسيلة أو أي آلية يستطيع الشخص أو المدعي أن يثبت بها دعوى. لأن القاعدة الفقهية المعروفة بالنسبة لدينا البين على من ادعى واليمين على من أنكر. البين على من ادعى بمعنى أن الشخص الذي يدعي أن له حقا على شخص آخر عليه أن يقدم الدليل، عليه أن يقدم البينة، عليه أن يقدم ما يثبت به صحة هذا الادعاء، وإلا يعتبر هذا الادعاء دعاء كاذبا. لأنه في هذا المجال بنعمل المبادئ الفقهية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذا في مقام الجناية، وأن الأصل في المعاملات هو إبراء الذمة، يعني الشخص ذمة لا تكون مشغولة بأي التزام لشخص آخر إلا إذا أثبت ذلك المدعي أن له حق في ذمة الشخص الآخر. فلما نجد عندما نريد أن نتحدث عن الإثبات والفرق في الإثبات بين القضايا المدنية والقضايا التجارية، نقول أن الإثبات في القضايا التجارية حر بمعنى أنك تستطيع أن تستخدم أي وسيلة أو أي طريقة من طرق الإثبات، أي وسيلة أو طريقة من طرق الإثبات في أي طريقة من طرق الإثبات في إثبات دعوات. تستطيع أن تستخدم أي طريقة من طرق الإثبات في إثبات الدعوة التي أنت بصدد الحديث عنها، يعني طرق الإثبات التي هي عندنا نستخدم فيها الكتابة، ونستخدم فيها الشهود، ونستخدم فيها القرائن، والطرق الأخرى التي يمكن أن تستخدم في الإثبات في هذا الجانب. فهذه جميعها تعتبر طرق إثبات يمكن أن تستخدم. أما الإثبات في حالة المنازعات المدنية فهو مقيد. مقيد بمعنى أن الإثبات في حالة المنازعات المدنية لابد أن يتم وفقا لأسس وضوابط محددة. مثلا الآن إذا أردنا أن نثبت ملكية أرض، والأرض تعتبر هي منازع الأرض، أي التعامل في الأراضي شراء وبيع وعقيرها تعتبر هي العمل في هذه الأراضي بتعتبر العمل في الأراضي بيعتبر عملا مدنيا. فإذا أردنا أن نثبت ملكية الأرض، الآن في المملكة لابد أن يكون لدينا صك صادر من 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 جهات عدلية معروفة. هذه هي الوسيلة القاطعة لإثبات ملكية الأرض. قد نحتاج لإثبات ملكية الأرض لا يزيد مثلا سعرها عن 500,000 ريال، وقد تكون هنالك معاملة تجارية سعرها لا يقل عن 1,000,000 ريال. تثبت هذه المعاملة التجارية بطريقة أقل، أو ممكن يجوز إثباتها بورقة أقل قوة عن الورقة عن الصك الذي يثبت ملكية الأرض. فإذا الإثبات في حالة القضايا المدنية، في حالة القضايا المدنية مقيد. مقيد بمعنى أنه له طريق محدد يجب أن نسلكه يا وإلا ضاع حقه. أما في حالة القضايا التجارية فتستطيع أن تثبت حقك بأي طريقة من طرق الإثبات تعتمد عليها المحكمة وتأخذ بها المحكمة في عين الله. وهذا لعله من الفروقات المهمة جدا بين العمالة التجارية والعمالة المدنية، وهذا يخفف من إجراءات التقاضي أمام الدعاوي المدنية بالنسبة لديه. التعامل في الأراضي
بيعتبر اساسا عمل مدني وليس عملا تجاريا، لانه اصبحت العقارات من الاشياء الثابته بالنسبه لديهم، من الاشياء المحظوظ بها انها هي عملات مدنيه في كل حاله. الفرق الثالث بين الاعمال المدنيه والاعمال التجاريه منح نظره الميسره. ونظره الميسره نستطيع ان نجملها في جمله واحده اللي هي المهله القضائيه، بمعنى اذا كان هنالك مدعي ومدعى عليه ذهبا الى المحكمه وكانت بينهم معامله تجاريه، والمدعى عليه طلب من المحكمه بان تعطيه مهله لسداد هذا الدين، قال اذا كانت المعامله هي معامله تجاريه، اي ان الدين هو دين تجاري، ودين تجاري بمعنى انه ناتج من عمل تجاري، فلا يجوز للمحكمه ان تجيب المدعى عليه الى مهله، يعني اذا طلب من المحكمه ان تعطيه شهر او شهرين لكي يقوم بسداد هذا الدين، قال لا يجوز للمحكمه ان تعطيه اي مهله قضائيه في هذا المجال. وهذا ياتي خلافا لنص الماده 517 من نظام المحكمه التجاريه، اللي هي بتتحدث بصورة واضحة على أنه يجوز منح مهلة للمدين، منح مهلة للمدين في حتى في المدين التجاري. ولماذا ما سار عليه القضاء مخالفا لنص هذه المادة؟ وذلك لطبيعة العمل التجاري، لأن العمل التجاري يتميز بالسرعة، وتميز السرعة في العمل التجاري لأن المدعي صاحب الدين قد تكون لديه التزامات تجارية أخرى تجاه آخرين، ويريد أن يحصل هذه الاموال او الدين حتى يستطيع ان يوفي للاخرين بدونه، فلذلك لا مهله قضائيه، لا مهله للسداد في حاله الديون التجاريه، بينما نجد ان هنالك مهله للسداد في حاله الديون المدنيه، اذا كان التعامل مدني يجوز ان يعطى مهله، وهذا فرق واضح بين التعامل المدني والتعامل التجاري في هذا الجانب. الفرق الرابع بينهما اللي هو نظام الافلاس. نظام الافلاس هو نظام تجاري. نظام الفلاس هو نظام تجاري، نظام تجاري نقصد به انه تم تغريره للتجار الذين يعجزون عن سداد ديونهم المستحقة الوفاء، يعني اذا كان التاجر لديه ديون لاخرين وهذه الديون اصبحت مستحقة السداد الان، وعجز التاجر عن سداد هذه الديون في الزمن المحدد بالنسبة لديه، وبل اصبحت الديون مستغرقه بكل موجودات هذا التاجر، قال يجوز للتاجر ان يعلن افلاسه. واعلان الافلاس احيانا عباره اذا نظر اليها العامه قد تكون منقصه، لكن في النظام التجاري هي ليست منقصه، وانما هي رصيد او هي كريدت او هي ميزه بالنسبه للتاجر، يستطيع ان يتخلص بها من ديونه بطريقه تحفظ له مكانته التجاريه وتحفظ له كرامته وتحفظ وتمنع وتحول بينه وبين الملاحقه من الدائنين، هذه مقرره للتجار فقط وللتجار عن ديونهم التجاريه، لانه التاجر احيانا يمكن ان تكون له ديون تجاريه ويمكن تكون له ديون مدنيه. طيب من وين نقدر نحدد ان هذه الديون تجاريه وهذه الديون مدنيه؟ هذه يتم تحديدها من الدفاتر التجاريه زي ما حنشوف ان شاء الله في المحاضرات القادمه. يعني اول لما التاجر يريد ان يعلن افلاسه يطالب بعرض دفاتره التجاريه امام جهات الاختصاص لكي نستبين منها ان هذه الديون التي ادت للافلاس هل هي ديون تجاريه ام هي ديون مدنيه؟ فاذا كانت ديون تجاريه يسمح له باعلان الافلاس، وان كانت ديون مدنيه لا يحق له اعلان الافلاس في هذا المقام، ولعلها ميزه او فرق اساسي بين العمل التجاري والعمل المدني. اذا التاجر يحق له اعلان افلاسه عن ديونه التجاريه وليس ديونه المدنيه، وليس ديونه المدنيه، وهذه واحده من الفروقات الموجوده بين العمل التجاري والعمل المدني. نريد ان ننتقل الى موضوع اخر ولعله هو الموضوع الذي يمثل القلب بالنسبه لهذا المقرر. انا اسميه القلب لانه كل ما ياتي من موضوعات في هذا المقرر يقوم على هذه الاشياء. التاجر في سؤال بيقول انه ليش التاجر ما يسجن بين الشخص المدني؟ التاجر اصلا يجوز ان يسجن، لكن قبل ان يصل الى مرحله السجون عنده اليه يستطيع بها ان يتخلص من هذه السجون. هي السجون في المعاملات التجاريه لماذا تاتي؟ تاتي من خلال العجز عن سداد الديون.
وإذا كان هذا التاجر عجز عن سداد ديونه التجارية بأسباب تجارية، في هذه الحال عنده آلية بتاعة الإفلاس يستطيع أن يتخلص بها من هذه الديون بطريقة واضحة في هذا الحال. ما نريد أن نتحدث عن الأعمال التجارية اللي هي تسمى Commercial Transactions. Commercial Transactions الأعمال التجارية. الأعمال التجارية تقسم إلى قسمين كبيرين، وأضيف إليها قسم ثالث نأخذ به دون النظر إلى الآراء الفقهية. يعني نريد أن نقول أن الأعمال التجارية تقسم إلى الأعمال التجارية الأصلية والأعمال التجارية التبعية والأعمال المختلطة. لا نقول الأعمال التجارية المختلطة، لا نقول الأعمال التجارية المختلطة، نقول الأعمال المختلطة لأنها أصلا هي خليط بين العمل التجاري والعمل المدني، ونسبة العمل التجاري والعمل المدني فيه متساوية، فلذلك لا نستطيع أن نقول أنها الأعمال التجارية المختلطة، نقول الأعمال المختلطة. أما الأولى تسمى الأعمال التجارية الأصلية والثانية تسمى الأعمال التجارية التبعية. نتحدث تباعا إن شاء الله عن الأعمال التجارية الأصلية ابتداء في كل واحدة من هذه الأعمال. نتحدث تباعا عن كل واحدة من هذه الأعمال إن شاء الله. أولا الأعمال التجارية الأصلية. هذه الأعمال التجارية الأصلية لماذا سميت أعمال تجارية أصلية؟ سميت أعمال تجارية أصلية لأنها أصلا وصفت على أنها تجارية. لأنه أصلا وصفت على أنها تجارية. أين وصفت على أنها تجارية؟ وصفت على أنها تجارية في المملكة بموجب نظام المحكمة التجارية اللي صدر في سنة 1350 هجرية. بالأمس كان في المنتديات بعض الأسئلة على أنه هل التاريخ نحن مطالبين به؟ نقول إن التواريخ بالنسبة للنظم التي تعتبر هي الأساس بالنسبة لهذا المقرر لعل معرفتها مهمة. يعني مثلا معرفة نظام المحكمة التجارية لأنه هو يمثل الأساس بالنسبة لهذا المقرر. مثلا نظام الشركات يمثل هو الأساس لهذا المقرر. مثلا نظام الأوراق التجارية، نظام السجل التجاري، هذه الأنظمة الأربعة تعتبر هي من الأنظمة المهمة، فلذلك معرفة تواريخها تعتبر هي من الأهمية بمكان. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أرقام المواد التي ترد في المحاضرات وترد في المحاضرات المسجلة، هذه ليست أنت مطالب فيها. يعني أنا ليس مطالب بإني أعرف أن رقم المادة الثانية والمادة الثالثة ماذا تقول والمادة الرابعة ما تقول بهذا الرقم وهذا الترتيب، هذا ليس أنت مطالب فيه، إنما مطالب بمضمون هذه المواد الواردة بالنسبة لديها. طيب الأعمال التجارية الأصلية هي الأعمال التي وردت في نظام المحكمة التجارية على أنها أعمال تجارية، لذلك نسميها أعمال تجارية أصلية. بتقسم هذه الأعمال إلى قسمين، القسم الأول هو أعمال تجارية منفردة، والقسم الثاني أعمال تجارية بالمقاولة أو التكرار. طيب نتحدث أولا عن أعمال التجارية المنفردة. نعرفها، الأعمال التجارية المنفردة هي الأعمال التي تعتبر تجارية حتى وإن وقعت لمرة واحدة بغض النظر عن الشخص القائم بها. إذا نقول الأعمال التجارية المنفردة هي الأعمال التي تعتبر تجارية حتى وإن وقعت لمرة واحدة بغض النظر عن الشخص القائم بها. ثالث نقول هذا التعريف، أعمال تجارية منفردة هي الأعمال التي تعتبر تجارية حتى وإن وقعت لمرة واحدة بغض النظر عن الشخص القائم بها. ماذا يعني هذا التعريف؟ التعريف يعني أن العمل يعتبر عمل تجاري منفرد لو حدث لمرة واحدة حتى وإن كان في العمر، وبغض النظر عن الشخص القائم به. يعني إذا كان هنالك طالب في جامعة من الجامعات لمرة واحدة في عمره اشترى سيارة بغرض أن يبيع هذه السيارة لكي يحقق منها عائد، هذا العمل يعتبر عمل تجاري منفرد. مارس هذا العمل هو في أولى جامعة ولم يعد لهذا العمل بقية حياته كاملة،
هذا العمل نعتبره عملا تجاريا منفردا، اذا يدخل تحت تعريف الاعمال التجاريه المنفرده. تضم الاعمال التجاريه المنفرده عدد من الاعمال، وردت هذه الاعمال على سبيل الحصر في نص الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه. 1 الشراء لاجل البيع، 2 الاوراق التجاريه، 3 اعمال الصرف والبنوك، 4 السمسره، 5 اعمال التجاره البحريه. هذه الاعمال وردت في نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أنها هي أعمال تجارية، لذلك نسميها أعمال تجارية أصلية. تقسم تحت الأصلية على أنها منفردة. نتحدث بشيء من التفصيل عن كل واحد من هذه الأعمال، بمعنى نحن نقول أن هذه المحاضرة تمثل الأساس أو الهيكل الأساسي بالنسبة لهذا المقرر. لماذا؟ لأنه من هذه المحاضرة نحن نميز بين ما هو تجاري وبين ما هو مدني، ومن ثم نترك ما هو مدني ونبدأ نشرح ما هو تجاري، لأنه هو موضوع المقرر الذي نحن بصدد دراسته. أولا الشراء لأجل البيع. الشراء لأجل البيع نقصد به يعني اللي هو ورد تعريفه في نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، اللي هو مضمون نص المادة يقول إنه إذا أقدم أي شخص على شراء شيء بقصد أن يقوم ببيع هذا الشيء بحالته أو بعد إجراء تعديل فيه، يكون هذا العمل هو عمل تجاري أصلي أو منفرد. بسبب هذا التعريف نستطيع أن نستخلص 4 شروط. متى ما توافرت الشروط الأربعة هذه في أي عمل، نستطيع أن نقول أن هذا العمل هو يعتبر عمل يسمى هذا العمل شراء لأجل البيع. هذه الشروط الأربعة: أن يكون هنالك شراء، وأن يكون محل الشراء منقول، و3 أن يكون الشراء من أجل إعادة البيع، و4 أن يكون القصد من عملية الشراء هو تحديد الربح. إذن هي شروط 4 في هذا المقام. نتحدث أو نشرح كل شرط من هذه الشروط الأربعة ابتداء. أن يكون هنالك شراء، بمعنى يجب أن يسبق عملية البيع الشراء. وهنا نتساءل، هل هنالك وسائل أخرى أو طرق أخرى يستطيع الإنسان أن يمتلك بها المال غير عملية الشراء؟ هل هنالك في طرق أخرى؟ يعني يمكن أنا أمتلك سيارة دون أن أشتريها؟ هل يجوز لي أن أمتلك منزلا دون أن أشتريه؟ نعم، زي ما ظهر في هذه الأشياء، الإرث جائز، الهبة جائزة، يمكن أن تحصل عليها عن طريق جائزة. هذه كلها وسائل لامتلاك الأموال دون أن يسبقها شراء. إذا أي مال تستطيع أن تتحصل عليه دون بطريقة غير طريقة الشراء، هذا لا يستوفي الشرط الأول من شروط الشراء لأجل البيع. وبناء على هذا البند وقعت مجموعة من الاستثناءات على هذا البند، اللي هو تم استبعاد النشاط الزراعي لأنه ليس من الأعمال التجارية، والرابط في هذه الجزئية على أن النشاط الزراعي لا يسبقه بيع، واستقر تماما في الفقه وفي المعاملات القانونية المختلفة على أن العمليات الزراعية وعمليات الفلاحة وبيع المحاصيل المتعلقة بها يعتبر هو عمل مدني وليس عمل تجاري، على أساس أن ليس هنالك شراء سبق العمليات الزراعية. أيضا العمليات الاستخراجية، والعمليات الاستخراجية اللي هي نقصد بها عمليات التعدين والتنقيب بأنواعها في خيرات الأراضي، هذه أيضا تم استبعادها من أنها ليست هي من الأعمال التجارية. لكن ننبه على جانب، على أن الآن هذه النظريات يعني خاصة فيما يتعلق بالعمليات الاستخراجية أصبح هنالك فيها نظر من أنها كيف يجوز أن تستبعد من الأعمال التجارية، وأنها أصبحت الآن تؤسس لها الشركات الضخمة للقيام بهذا العمل. لكن لا يهمنا في هذا المجال، يهمنا ما هو موجود عندكم في الدفاتر على أنها الآن هي مستبعدة من أنها لا تعتبر أعمال تجارية باعتبار أن لم يسبقها شراء. أيضا الإنتاج الفكري، والإنتاج الفكري اللي هو نقصد به التأليف ونقصد به براءات الاختراع
والرسوم والنماذج الصناعيه والعلامات التجاريه، جميع هذه لا تعتبر اعمال تجاريه بهذا المفهوم من حيث ملاكها، لكن ان دخلت في مساله تسويق واستثمار وغيرها فتاخذ منحى اخر، لكن الان نقول انها لا تعتبر هي اعمال تجاريه بهذا الجانب. ايضا المهن الحره، والمهن الحره في هذا المجال اللي هي نقصد بها مهنه الطب، مهنه المهندسه، مهنه المحاماه، هذه جميعا لا تعتبر هي من الاعمال التجاريه لانه لم يسبقها شراء في هذا الجانب. هذا ما يتعلق بالشرط الاول من شروط الشراء لاجل البيع. الشرط الثاني ان يكون محل الشراء منقول. ان يكون محل الشراء منقول، محل الشراء منقول بمعنى ان عملية الشراء يجب أن تقع على مال منقول، لأن جماعة تقسيمات الأموال معروفة بالنسبة لدينا على أنها تقسيمات الأموال إنها تقسم إلى أموال منقولة وأموال ثابتة. الأموال الثابتة هي مثل العقارات، لذلك قبل إيش نقول التعامل في العقارات يعتبر عمل مدني. فهنا الشراء بالنسبة للمنقول أي مال من الأموال المنقولة، السيارة تعتبر مال منقول، اللابتوب يعتبر مال منقول، الجوال يعتبر مال منقول، هذه جميعها تعتبر أموال منقولة، السفن أيضا تعتبر هي أموال منقولة، هذه جميعها تعتبر من الأموال المنقولة، إذا واقعة الشراء التي نريدها يجب أن تقع على مال منقول، إذا وقعت على مال غير منقول الشرط الثاني لا يكون متوافرا وهذا لا يحقق ما نحن بصدده. الشرط الثالث أن يكون الشراء من أجل إعادة البيع، بمعنى أن تكون هنالك نية إعادة البيع عند الشراء. يجب ان تكون هذه النية متوافرة، ان لم تكن النية متوافرة ذلك يعني ان العملية تعتبر عملية مدنية وليس عملية تجارية بهذا المستوى. الشرط الرابع ان يكون القصد تحقيق الربح، يعني اصلا انت اشتريت بقرض الربح، لان الشرط الثالث اذا كان انت اشتريت من اجل الاستعمال ومن ثم عدلت الى البيع فهذا لا يعتبر عمل تجاري، لكن اذا اشتريت بقرض البيع واستعملت ومن ثم بعت هذا يعتبر عملا تجاريا في هذا الحال. وكونه يكون القصد تحقيق الربح هذا يدخل في جانب المضاربه، والمضاربه هي تعتبر واحد من المغريات التي تؤكد ان الاعمال هي اعمال تجاريه في هذا المقام. النوع الثاني من انواع الاعمال التجاريه المنفرده او المفرده، هي سائد انها منفرده، هي الاوراق التجاريه. والاوراق التجاريه هي أوراق تم يتم تحريرها وفقا لأوضاع شكلية محددة. والأوضاع الشكلية المحددة نقصد بها مثلا أن طريقة كتابة الورقة التجارية وحدة، يعني طريقة كتابة الورقة التجارية في كل الدول المختلفة هي نفس الطريقة، يعني الشيك بيعبى وفقا لبيانات محددة. هذا وضع شكلي بالنسبة لدينا. الأوراق التجارية المعروفة بالنسبة لدينا هي الكمبيالة والشيك والسند لأمر. الكمبيالة والشيك والسند لأمر. نريد أن نميز بين الأوراق التجارية والأوراق المالية والأوراق النقدية. الأوراق التجارية الشيك والكمبيالة والسند لأمر، والأوراق المالية هي الأسهم والسندات وحصص التأسيس، زي ما إن شاء الله نتحدث عنها عندما نتحدث عن شركة المساهمة. في اوراق اخرى بسموها الاوراق النقديه وهي البنكنوت هي العمله الورقيه التي نتداولها الان او العمله الحديديه التي نتداولها الان، هذه تسمى اوراق نقديه. اما اوراق ماليه فهي اسهم، سندات، حصص تاسيس. اوراق تجاريه كمبيال وشيك وسند لامر، وهذه نرى انه من الضروره او من الاهميه بمكان للطالب ان يميز بين هذه الاوراق. ليه؟ لانه نعتبرها نحن من الف باء كافاء بالنسبه للتعامل في هذه النظم، يعني يجب ان تعرف هذه ورقه تجاريه ولا ورقه ماليه. ولعلها سهله ما فيها شيء، لانه لا نريد ان ندخل في التفصيل عنها كثيرا، بس يكفي انك تعرف هذه ورقه تجاريه، هذه ورقه ماليه بانواعها المعروفه بالنسبه لدينا. النوع الثالث من انواع الاعمال التجاريه المنفرده هي الصرف واعمال البنوك، ولعل في المنتدى دار حديث في الايام الماضيه حول ماذا نقصد بالصرف وماذا نقصد باعمال البنوك وغيرها. نقول الاتي: الصرف يقصد به عمليه تغيير العملات. الاوراق التجاريه تعتبر التعامل فيها تعامل تجاري.
يعني تحرير الورقة التجارية وقبول الورقة التجارية وصرف الورقة التجارية جميعها تعتبر هي عمل تجاري. يعني الشخص الذي يحررها والشخص الذي يصرفها والشخص الذي يستفيد منها، هذه جميعها تعتبر هي أعمال تجارية كاملة في هذا الجانب. الصرف نقصد به مبادلة النقود، تبديل عملة بعملة أخرى، يعني تعطي ريال سعودي تسلم ما يقابل يورو أو دولار أو أي عملة أخرى. والصرف اللي ينفطر له نوعين، إما أن يكون صرف مانيوال اللي هو يدوي، أنت بتروح لواحدة من الصرافات وتسلم العملة اللي لديك ومن ثم تستلم العملة المقابلة بها، أو الصرف عن طريق تحويل، يعني تعطي فلوس في داخل المملكة تسلم فلوس أمريكية في أمريكا أو في أي دولة خارج المملكة، هذا أيضا يعتبر صرف. وعملية الصرف هذه تعتبر عمل تجاري بموجب نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، هذا النص واضح وصريح على أنه عملية الصرافات ومبادلة النقود بتعتبر عمل تجاري. نجي في أعمال البنوك أو أعمال المصارف، هل أعمال البنوك وأعمال المصارف تعتبر أعمال تجارية؟ وقبل أن نقول هي تجارية أم غير تجارية، ما هي نفسها؟ أعمال البنوك نقصد بها كل الأنشطة التي تقوم بها البنوك، البنوك تفتح حسابات، والبنوك تقبل ودائع، والبنوك تقدم تمويل، والبنوك تدخل في أنواع مختلفة من الاستثمارات، والبنوك تقوم بعملية اعتمادات مستندية، والبنوك تقوم بعملية تمويل التجارة الخارجية بأنواع مختلفة. هذه أنشطة البنوك وهذه ما يسمى عندنا بأعمال البنوك. السؤال الذي يأتي حولها، هل هذه الأعمال أعمال تجارية؟ نقول أن نظام المحكمة التجارية لم يورد نصا واضحا وصريحا في نظام المحكمة التجارية يتحدث على أن أعمال البنوك عمل تجاري، لكننا نقول أن المعاملات أن الفقه وأحكام القضاء واستقرت على أن كل الأعمال التي تقوم بها البنوك هي أعمال تجارية. أي نشاط يقوم به البنك، أي نشاط يقوم به البنك يعتبر هو نشاط تجاري، صح لم يرد فيه نصا واضحا وصريحا من نظام المحكمة التجارية، لكن أصبح متعارفا، ونحن ذكرنا على أن العرف يعتبر مصدر من مصادر النظم بالنسبة لنا، متعارفا من فقها وقضاء على أن عمليات البنوك تعتبر هي أعمال تجارية، تجارية في حق البنك. لأن بعدين حنتكلم على أحد الأعمال المختلطة، تجارية في حق البنك. أما الطرف الآخر الذي يتعامل معها يجوز أن يكون العمل في حقه تجاري وقد لا يكون تجاري، يعني إذا كان هنالك طالب في الجامعة أراد أن يفتح حساب لدى بنك من البنوك حتى لكي يوضع فيه مثلا مصرفاته أو بعض مدخراته فقط وليس له بها نشاط تجاري، هذا العمل يعتبر تجاري في حق البنك ويعتبر هو عمد مدني في حق ذلك الطالب في هذا الجامعة. النوع الرابع من أنواع الأعمال التجارية المنفردة هي السمسرة، والسمسرة نقصد بها الوساطة، نقصد بها الوساطة في العقود مقابل أجر يتقاضاه الوسيط، وهذا ورد في المادة الثانية الفقرة ج من نظام المحكمة التجارية. نظام المحكمة التجارية، لذلك بنقول أن عملية السمسرة أو عملية الوساطة التي يقوم بها شخص محدد بين أطراف بين أطراف مختلفة للحصول على عائد من جراء هذه الوساطة نسمي أن هذا العمل هو عمل تجاري في هذا في هذا المقام. النوع الأخير من أنواع الأعمال التجارية المنفردة هي أعمال التجارة البحرية، وأعمال التجارة البحرية هذه المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية أوضحت على أن هذه الأعمال تعتبر تجارية، اللي هي جاء فيها كل ما يتعلق بأعمال التجارة البحرية، كل ما يتعلق بأعمال التجارة البحرية فهو عمل تجاري. طيب ما هي أعمال التجارة البحرية أصلا؟ أعمال التجارة البحرية هي عملية إنشاء السفن، إيجار السفن، إصلاح السفن وغيرها من الأشياء المختلفة، واستخدام السفن نفسها، هذه جميعها تعتبر أعمال تجارية بهذا الجانب الذي نقول عليه في هذا الجانب، فهي جميعها تعتبر أعمال تجارية بهذا
الحديث. الصيد فيه آراء فقهية كثيرة مختلفة، يفضل أن لا نخوض فيها كثير، فيه آراء في هذا الجانب. طيب، لو تذكرنا تماما أننا قسمنا الأعمال التجارية الأصلية إلى قسمين. القسم الأول أنها أعمال تجارية منفردة، والقسم الثاني أنها الأعمال التجارية بطريقة المقاولة أو التكرار. هذه الأعمال لا تعتبر تجارية إلا إذا وقعت على سبيل المقاولة. وماذا نقصد بالمقاولة؟ نقول أنها لا بد أن تقع على سبيل المقاولة، لأن الأعمال التي وردت قبلها تعتبر تجارية حتى وإن وردت لمرة واحدة. أما هذه لا تعتبر تجارية إلا إذا وردت على سبيل تمت على سبيل المقاولة. والمقاولة هنا نقصد بها التكرار. المقاولة لها شروط، لكي يتم العمل على سبيل المقاولة يجب أن يكون هنالك تكرار في هذا العمل، ويجب أن يكون هنالك تنظيم. والتكرار الذي نقصده بمعنى نقصد به أن الشخص يتعين عليه أن يقوم بهذا العمل بصورة منتظمة، أي لا 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 يمكن أن نسميك مقاول بناء وتقوم ببناء بناية واحدة من ثم تتوقف عن العمل، فيجب أن تكون لك بناية أولى وثانية ورابعة وخامسة متى ما أتيحت لك الفرصة. هذا نقصد به التكرار. أما التنظيم فنقصد به أن يكون لديك تنظيم للقيام بهذا العمل، يعني مقابل البناء يجب أن يكون لديه مهندسين وعمال وموظفين، ويجب أن يكون لديه تصديق للقيام بهذا العمل ومقر ثابت معروف للغير في للقيام بهذا النشاط، ويجب أن يكون لديه أدوات وآليات للقيام بهذا العمل. هذا هو التنظيم. إذا العمل الذي نتحدث على أنه يجب أن يتم على سبيل المقاولة يجب أن يقع على سبيل التكرار، ويجب أن يكون هنالك تنظيم للقيام بهذا العمل، يا وإلا لا يعتبر هو عملا تجاريا على سبيل المقاولة. أنواع المقاولة لدينا كثيرة، ومن ضمنها النوع الأول مقاولة الصناعة والإنتاج. مقاولة الصناعة والإنتاج، نحن ذكرنا الفرق بين الأعمال التجارية، أعمال المقاولة والأعمال التجارية المنفردة. الأعمال التجارية المنفردة هي الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت لمرة واحدة. أما العمل على سبيل المقاولة لا يعتبر تجاري إلا إذا وقع بتكرار وبانتظام. ذاك نعتبره تجاري حتى وإن لم تم وانس لايف مرة واحدة في عمره. أما العمل الذي نعتبره تجاريا على سبيل المقاولة لا يعتبر تجاري إلا إذا أصبحت تمارسه بتكرار وبانتظام في حياتك. نماذج للأعمال التي تقع على سبيل المقاولة عندنا مقاولة الصناعة والإنتاج. مقاولة الصناعة والإنتاج، مقاولة الصناعة اللي هي نقصد بها الشخص الذي يقوم بشراء مواد خام ومن ثم يصنع هذه المواد الخام ويقوم ببيع إنتاجه من هذه المواد الخام. هذا نسميه مقاول صناعة إذا كان يمارس هذا العمل بانتظام ويمارسه بتكرار ولديه تنظيم للقيام بهذا العمل. النوع الثاني هو مقاولة التوريد أو المقاولة بالتوريد. مقاولة التوريد نقصد بها أن يكون هنالك شخص متعهد لدى جهة محددة بأن يقدم لهذه الجهة بعض التموينات أو بعض الخدمات في فترة معينة. يعني يمكن أن تكون مقاولة التوريد مقاولة لتوريد خدمات الهاتف والإنترنت لجامعة الإمام، يمكن أن تكون مقاولة لتقديم خدمات تعليمية، يمكن أن تكون مقاولة لتقديم خدمات صحية، يمكن أن تكون مقاولة لتوريد مثلاً استشاري لجامعة الإمام خلال كل عام، يعني في بداية كل عام يقدم أوراق وأحبار وأقلام وأدوات بالنسبة لهذه الجامعة. هذه تعتبر نوع من أنواع المقاولة. عندنا نوع ثالث اللي هي مقاولة الوكالة بالعمولة. مقاولة الوكالة بالعمولة هذه يجب أن نقف عندها قليلاً، لأنها تختلف عن وكالات الأخرى. نحن نعلم ما هي الوكالة العادية. شخص وكل شخص آخر للقيام بعمل محدد، له حدود في هذه الوكالة وله ضوابط لهذه الوكالة. لكن الآن نحن أمام نوع جديد من الوكالة اللي هي نسميها مقاولة الوكالة بالعمولة. مقاولة الوكالة بالعمولة نعرفها هي عقد يلتزم، وهذه الجزئية نعتبر أنها من الجزئيات المهمة. ليه؟ لأنه نوعية الوكالة التي نتحدث عنها هي ليست الوكالات المعروفة بصورة عامة.
فلذلك نقول هي عرض يلتزم بمقتضاه شخص بأن يقوم بعمل أو تصرف باسمه الخاص لحساب موكله نظير أجر. يعني عندما نقوم شخص يقوم شخص نيابة عنك على أنه هو مقاول وكالة بالعمولة، هذا المقاول الوكالة بالعمولة يبرم التصرفات التي أوكلته فيها باسمه الخاص ولحساب حسابك أنت الموكل، نظير أن يأخذ منك أجر في هذا الحال. لكن لما نجي نشوف الوكيل العادي يبرم التصرفات باسمك أنت ولحسابك أنت، وقد يكون هنالك أجر وقد لا يكون هنالك أجر. يعني فرق بين الوكيل العادي والوكيل بالعمولة، الوكيل بالعمولة يبرم التصرف. ماذا نقصد بإبرام التصرف؟ بمعنى أنه يعني يعقد العقد، يوقع على العقد باسمه ولحسابك أنت من غير أجر. أما الوكيل العادي بيوقع العقد باسمك ولحسابك وقد يتقاضى أجرا وقد لا يتقاضى أجرا في هذا الحال. أما السمسار يعني هنا نستطيع أن نقابل بين السمسار والوكيل بالعمولة والوكيل العادي. السمسار لا يكون طرفا في العقد أبدا ولا يظهر في العقد، وإنما يربط بين الطرفين بين البائع والمشتري وتغاضى عمولته من هذا ومن هذا أو من ذاك الأطراف. هذه هي الأشياء التي نريد أن نوضحها في هذا الجانب. عندنا نوع آخر من الـ من الـ من الـ من الـ الوكالة من المقاولة اللي هي مقاولة النقل. والنقل مقاولة النقل اللي هي نقصد بها الأنواع الثلاثة من النقل، اللي هو النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي. الواضح أن المادة نظام المحكمة التجارية لم يتحدث عن النقل الجوي، لعله في تلك الفترة 1950 لم يكن النقل الجوي واضحا ومؤثرا بهذا الحجم الموجود، لكننا نقول أن النقل الجوي يأخذ أحكام النقل الأخرى. فلذلك الشخص الذي يعمل في مقاولة النقل يعتبر عمله عملا تجاريا. مع الجزئية التي نريد أن ننبه لها أن جميع المقاولات التي ذكرناها أمامنا تعتبر هي أعمال تجارية، تعتبر أعمال تجارية. وعندما نقول تعتبر أعمال تجارية نقصد بأنه يطبق عليها القانون التجاري في حالة المنازعات، ويفصل فيها أمام المحاكم التجارية، يفصل فيها أمام المحاكم التجارية. عند جزء آخر هو مقاولة المحلات والمكاتب التجارية، اللي هي المحلات والمكاتب التي تقوم مثلا المكاتب التي تقوم بالتخليص الجمركي، المكاتب التي تقوم بإدارة الأملاك وغيرها، هذه تعتبر محلات ومكاتب تجارية، مكاتب وكالات الأنباء، مكاتب وكالات السفر، جميع هذه تعتبر أعمال تجارية، مكاتب خدمية زي ما ذكر في المداخلة. ايضا عندنا مقاوله البيع بالمزاد اللي هو بنصب عليها الماده 2 باء من نظام المحكمه التجاريه، هي عمل تجاري. والبيع بالمزاد اللي هو الشخص الذي يمتهن هذه المهنه، يكون لديه محل يعرض فيه البضائع التي تقدم اليه من العملاء، ويفتح المزاد بسعر محدد، ويبدا الذين يحضرون عمليه المزاد بالمزايده في السعر، وفي نهايه المطاف يرسل المزاد على من يقدم السعر الاعلى. الشخص نحن هنا نقصد ليس جالب البضاعة، نقصد الشخص الذي يقوم بهذا العمل، الذي يقوم بعرض البضاعة والذي يقوم بالمزاد حول هذه البضاعة، عمل هذا يعتبر عملا تجاريا في هذا الجانب. النوع الأخير من أنواع المقاولة هي مقاولة إنشاء المباني، مقاولة إنشاء المباني. ومقاولة هنا في فرق بين المقاولة البيع بالمزاد والسمسار. السمسار أصلا يعمل على التوسط بين طرفين، أحدهما يرغب في شراء شيء والثاني يرغب في بيع ذات الشيء، هو الذي يربط بينهما، هو الذي يجمع بينهما بالتوسط لهذا المزاد. أما البيع بالمزاد شخص اعتاد أن يعرض بضاعة غيره للملأ، والبيع بالمزاد مسموح بحضوره للكافة، ما محدد ناس معينين للحضور، مسموح بحضوره للكافة ولا يحدد من هو الشخص الذي يبيع. يعني أثناء ما هو يعرض هذه البضاعة بيفتح مزاد
لا يدري على من يستقر هذا المزاج في هذه الجزئيه، ودي تعتبر هي نقطه اساسيه وهو فرق بينهما. الاخير هو مقاوله انشاء المباني، ولعل مقاوله انشاء المباني هي الاكثر وضوحا وانتشارا في حياتنا اليوميه. يعني ما من احد يمر في شوارع الرياض الان او في طرقات الرياض او في اي طرقات المملكه الا ويشاهد عمليه انشاء وتعمير. يعني هي ليس انشاء فقط، انشاء وهدم وازاله، يعني انشاء مباني، انشاء طرق، انشاء مطارات، انشاء غيرها، ويدخل فيها ايضا عمليه الازاله. وهذه هي تعتبر الاوضح، وبتعتبر عمل تجاري اذا تمت ممارستها على سبيل التكرار. واذا تم، اذا كان هنالك تنظيم للقيام بهذا العمل، فهذا العمل يعتبر عملا تجاريا، يعتبر هذا العمل عمل تجاري ويخضع للنظام التجاري، يخضع للنظام التجاري ويخضع ويصل فيه يوصل في منازعاته امام المحاكم التجاريه بانواع المعروفه بالنسبه لديه. نريد ان نتحدث في جزئيه اخرى عن الاعمال التجاريه التبعيه. والاعمال العقود التي تنشأ من الباطن دون موافقة رب العمل، هذه العقود لا تعتبر هي عقود صحيحة أصلاً ابتداء. يعني الحديث هو أن مصنفة هذه هي تدخل أنها عمل تجاري ولا عمل غير تجاري أصلاً في العقد. جماعة مش العقد فقط، نريد أن نتوسع في الحديث، ليس في العقد وإنما في القانون جميعه هو عبارة عن حقوق، عبارة عن التزامات. يعني أي عقد نحن نراه أمامنا هو عبارة يدخل لك هذا الحق، هذا العقد حق، وفي نفس اللحظة يرتب عليك هذا العقد التزامات. هذا العقد يرتب عليك التزامات. فإذا أردت أن تتمتع بحقوقك التي يدخلها لك العقد، عليك أن تقوم بالالتزامات التي يفرض عليك العقد ابتداء. فلذلك المتعاقدان أي منهما يعرف الآخر ويطالب الآخر بأن يغطي ما عليه من التزامات في هذا الجانب، بأن يغطي ما عليه من التزامات في هذا الجانب. فلذلك إذا أوكل شخص من شخص آخر بعض التكليفات الواردة عليه في العقد، وهذا الإجراء كان من الباطن دون علم الطرف الآخر، هذا العقد يعتبر عقدا باطلا لأن الطرف الآخر لا يعتد به. وهذه تظهر كثير جدا في جميع المعاملات، يعني في مقاولة الإنشاء، ويمكن أن تتضح بصورة واضحة وجلية في الإيجارات. يعني إذا كان هنالك شخص قام باستئجار منزل أو عقار أو أي نوع من أنواع المحلات التجارية، ومن ثم قام بإيجار هذا العقار إلى شخص آخر دون أن يعلم المالك الأساسي، ففي هذه الحالة عقد الإيجار من الباطل يعتبر عقد باطل، لا يسمح لهذا الشخص بأن يتمتع بهذه الحقوق المعنية بالنسبة لديه، ويؤثر في الحقوق بين الطرفين، ويجوز أن يؤدي إلى فسخ العقد دون أن يترتب على الطرف المالك أي نوع من أنواع المسؤولية أو الأضرار. نعم، كل الأعمال المقاولة التي ذكرناها الآن يشترط فيها أن تقع على سبيل التكرار حتى أنها تعتبر تجارية. لماذا يا جماعة؟ لأن الفرق بين الأعمال المقاولة التي ذكرناها في هذه الجزئية، الفرق يعني إذا رجعنا لهذه الشريحة، الفرق في الأعمال التي تقع على سبيل المقاولة، يعني حتى هنا في هذه الشريحة سميناها الأعمال التجارية بطريقة التكرار أو المقاولة، يعني إمعانا في أن التكرار يعتبر هو شرط أساسي للمقاولة، لكن أصلا نسميها الأعمال التجارية بالمقاولة أو بطريقة المقاولة.
ونعتبر أن التكرار هو شرط من شروط المقاولة. يعني لما نيجي نعرف ولا انه هذه اعمال تجاريه تمت على سبيل المقاوله، من ثم نيجي نتحدث ماذا نقصد بالمقاوله. المقاوله نقصد بها الاعمال التي تمت على سبيل التكرار والتي كان هنالك تنظيم لها، والتي كان هنالك تنظيم لها. اذا لا نعتبر العمل عملا تجاريا تم على سبيل المقاوله الا اذا كان هنالك تكرار في القيام به، وكان هنالك تنظيم للقيام بهذا العمل. ليس يكفي التكرار، تكرار المعنى أن يمارس هذا العمل أكثر من مرة. يعني إذا كنت مقاول نقل لا تقوم بعمليات النقل في موسم الحج فقط ومن ثم لا تمارس هذا العمل، هذا لا يعتبر مقاولة النقل. لا، يجب أن تمارس هذا العمل بطريقة منتظمة، ويجب أن يكون لديك سائقين، ويجب أن يكون لديك موظفين، ويجب أن يكون لديك مقر ثابت تمارس منه هذا العمل، من ثم نسمي هذا العمل تم على سبيل المقاولة. أما غير ذلك لا نعتبر أن العمل تم على سبيل المقاولة بهذه أو بهذا الفهم. وتدخل في جميعها مقاولة البيع بالمزاد، مقاولة المحلات التجارية، في جميعها ما لم يتوفر فيها عنصر التكرار والتنظيم لا يعتبر هذا العمل تجاريا وقع على سبيل المقاولة في هذا المجال. نرجع أولا لجزئية ثانية اللي هي نحن ذكرناها في هذا المجال، يعني ابتداء تقسيم، قلنا تقسم الأعمال التجارية أصلية ومن ثم أعمال تجارية بالتبعية. الأعمال التجارية الأصلية هذه تم تقسيمها إلى فروع كثيرة، فقد يعني الأعمال التجارية المنفردة تعتبر أعمال تجارية. نعم، أعمال تجارية المنفردة تعتبر أعمال تجارية لكن تجارية بأصلها. يعني هكذا هي تجارية. ولماذا هكذا هي تجارية؟ تجارية بهذه الكيفية لأن النظام نص على أنها تجارية. النظام نص على أنها 1 2 3 4 قال هذه تجارية، لذلك نعتبرها أنها تجارية بأصلها. أما التي يجب أن تقع على سبيل المقاولة فهذه لا تعتبر تجارية إلا إذا استوفت شروط، إلا إذا توافرت فيها شروط من ثم نعتبرها تجارية. نعود للتقسيم. أنا يهمني جدا يا جماعة التفكير بهذا التقسيم. تقسيم قسمت الأعمال التجارية أصلية وأعمال تجارية بالتبعية وأعمال تجارية مختلطة. جميع الجزئيات التي تحدثنا عنها الآن هي تدخل تحت الأعمال التجارية الأصلية فقط. هذه تدخل تحت الأعمال التجارية الأصلية، لأن الأعمال التجارية الأصلية قسمناها لقسمين، أعمال تجارية منفردة وأعمال تجارية بالمقاولة. وجماعة هذا الحديث اللي بركز عليه كثير لأنه يمثل زي ما ذكرت في بداية المحاضرة ويمثل الأساس بالنسبة لهذا المقرر. لأن الطالب إذا استطاع أن يميز بين العمل التجاري وغيره من الأعمال الأخرى بعد كل الأمور بتستطيع تستبين أمامه تماما. فلذلك علينا أن نعرف أن الأعمال التي تحدثنا عنها الآن، الأعمال التجارية المنفردة والأعمال التي تقع على سبيل المقاولة، هذه تدخل تحت التقسيم الأول هذا اللي هو نسميه الأعمال التجارية الأصلية. الأعمال الثانية والتي نريد أن نتحدث عنها، الأعمال الثانية والتي نريد أن نتحدث عنها الآن هي الأعمال التجارية بالتبعية، نسميها الأعمال التجارية بالتبعية. وماذا نقصد؟ أعمال البنوك، نعم أعمال البنوك هي أعمال تجارية، وذكرنا منذ قليل أنها تجارية ليس بنص ورد في نظام المحكمة التجارية، لكن الفقه جميعا اعتبرها تجارية، وأحكام القضاء اعتبرتها تجارية، والعرف السائد في المعاملات المختلفة اعتبر على أن هذه الأعمال تجارية وأصبحت من المسلم بها أنها تجارية. لكن نذكر بأنها تجارية في حق البنك، أما الشخص الذي يتعامل مع البنك لكي تعتبر هذه الأعمال تجارية في حقه إلا إذا أراد منها أن تكون هي عمل تجاري بالنسبة له. نريد أن نتحدث، لعل هذه التعليقات نستشبها في حديثنا الآن، نريد أن نتحدث عن الأعمال التجارية بالتبعية.
الأعمال التجارية بالتبعية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص لخدمة تجارته. هي الأعمال التي يقوم بها الشخص لخدمة تجارته. في جزئية مهمة جدا أساسا فيها، نريد أن نذكر بأن الأعمال التجارية أصلا هي الأعمال التجارية بالتبعية أصلا هي أعمال مدنية. في الأصل أعمال مدنية. لم تكتسب صفة أنها أعمال تجارية إلا بسبب أنها صدرت من تاجر بغرض نشاطه التجاري. لم تكتسب صفة أنها أعمال تجارية تبعية إلا بسبب أنها صدرت من تاجر بغرض نشاطه التجاري. يعني إن لم تصدر من ذلك التاجر وكانت بغرض نشاط التجاري فهذه الأعمال لا تعتبر أعمال تجارية بالتبعية. وحتى من الاسم بتاعها يا جماعة، يعني من اسمها نستطيع أن نسميها بأنها تابعة، ومن القواعد الفقهية والتي التابع يأخذ أحكام المدلوع، يأخذ أحكام المدلوع بالنسبة لديه. فإذا أي عمل تجاري أو أي عمل مدني إذا قام به التاجر بغرض نشاط التجاري يعتبر هذا العمل عمل تجاري بالتبعية. عمل تجاري بالتبعية. ماذا نقصد بالتبعية؟ نقصد بأنه أخذ حكم العمل التجاري. لماذا؟ لأنه صدر من هذا التاجر. أيضا لماذا؟ بغرض نشاط التجاري. يعني مثلا التاجر الذي يقوم باستئجار مخزن لتجارته، واقعة استئجار هذا المخزن عمل تجاري. لماذا؟ لأنه إذا قام باستئجار هذا المخزن لأغراض خاصة لأسرته ليست لها علاقة بالتجارة، عقد إيجار المخزن هذا يعتبر عمل مدني. عقد إيجار المخزن هذا يعتبر عمل مدني. لماذا؟ صح هو صدر من تاجر لكن ليس بغرض نشاط التجاري، فإذا هو يعتبر عمل مدني في هذا المقام. مثلا إذا كان لدينا تاجر وذهب إلى وكالة من وكالات السيارات واشترى سيارتين في آن واحد، كانت السيارة الأولى بغرض استخدامها لأهله، وكانت السيارة الثانية بغرض استخدامها لتجارته. هنا نحن الآن أمام عقدي شراء، لأن الجزئية التي نريد أن نكيفها تكييفا قانونيا عقد الشراء، عقد شراء السيارة رقم واحد وعقد شراء السيارة رقم اثنين. عقد شراء السيارة في الأصل عمل مدني، يعني لو أي واحد من المواطنين ليست له علاقة بالتجارة ذهب إلى أي وكالة من الوكالات واشترى سيارة من هذه الوكالة، شراء واقع الشراء لهذه السيارة يعتبر عمل مدني لأنه ليس له علاقة بالتجارة أصلا، هو ليس تاجر وليست له علاقة بالتجارة، لذلك يعتبر هذا العمل عمل مدني. لكن إذا عقد شراء السيارة دون أن يكون له علاقة بالتجارة عملا مدني، لكن هذا العقد يلبس الثوب التجاري إذا وقع من تاجر بغرض نشاط تجاري. ونوضح مثال الذي ذكرناه، تاجر اللي اشترى سيارتين، سيارة بغرض نشاط تجاري وسيارة بغرض استخدامها لأهله وبيته، نقول أن السيارة التي اشتراها لاستخدامها في نشاط تجاري هذه عقد شراء السيارة، ما بنقول السيارة، بنقول عقد شراء السيارة هذا يعتبر عملا تجاريا. ليه؟ لأنه وقع من تاجر بغرض نشاط تجاري. وعقد شراء السيارة الثانية يعتبر عمل مدني. لماذا؟ نعم هو صدر من تاجر لكن بغرض، ليس بغرض نشاطه التجاري في هذا المقام، يعتبر هذا العمل عملا مدنيا صرفا ليس له علاقة بنشاط التجاري. أيضا مثلا التاجر الذي يأتي إلى محطة وقود ويحمل وقود من المحطة، تحميل الوقود كان بغرض تفقد أعماله التجارية، إذا واقعة شراء الوقود يعتبر عمل تجاري بالتبعية لأنه صدر من تاجر بغرض نشاط التجاري. وفي ذات التاجر في نهاية الأسبوع حمل وقود بغرض استخدام الوقود في السيارة مع أسرته، واقعة شراء الوقود هذه تعتبر عمل مدني. لماذا؟ لأنه نعم صدر من تاجر لكن ليس بغرض نشاطه التجاري. إذا الأعمال التجارية بالتبعية هي الأعمال التي تعتبر في الأصل أعمال مدنية، إلا أنها تكتسب صفة أنها أعمال تجارية بسبب صدورها من تاجر
بغرض نشاطه التجاري في هذا الجانب، فلذلك تعتبر هي من الأعمال التجارية، وهذه جزئية يجب إثباتها بتفاصيلها وبأشكالها، لأنه وجود هذه وجود صفة التاجر بيدي هذا العمل صفة أنه تجارة، وانعدام صفة التاجر لا يكسبه صفة أنه تجاري هذا العمل بأي شكل مشترك. وهذه الجزئية يا جماعة هي التي نعتمد عليها بالقول في أن النظام التجاري السعودي أخذ بالنظريتين، النظرية المادية والنظرية الشخصية، في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، لأنه تذكروا هذه الجزئية من الجزئيات المهمة لدينا، إنه بماذا أخذ النظام التجاري السعودي في تحديد نطاق تطبيق القانون؟ يعني هل أخذ بالنظرية الموضوعية ولا أخذ بالنظرية الشخصية؟ نقول أنه أخذ بالنظريتين. إذا سئلنا لماذا كان بالنظرية الموضوعية، بنقول لأنه في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية أورد عددا من الأعمال، قال هذه تعتبر أعمال تجارية، ولما يريدها بهذه الكيفية ذلك أنه بدأ النظام يتحدث عن الموضوع. طيب، لكي نؤمن اولا على هذه الجزئيه ومن ثم ندعمها بالجزئيه الثانيه، نقول انه ايضا اخذ بالنظريه التبعيه. وما دليلنا على ذلك؟ دليلنا انه اخذ بالعمالة التجاريه التبعيه، اذ انه اعتبر اي عمل تجاري يصدر من تاجر بسبب نشاط التجاري هو عمل تجاري، هذا هو محور النظريه الذاتيه او الشخصيه، يعني اعتمد على شخص التاجر في القيام بهذا العمل. نعم، كلام دقيق، يعني التاجر إذا اشترى سيارة بغرض بيعها يكون عمله تجاري منفرد أو مفرد، أما إذا كان اشترى سيارة من أجل استخدامه في نشاط التجاري يكون عمله هو عمل تجاري بالتبعية في هذا الجانب. وهذه جزئية جيدة، نفتكر مداخلة ممتازة في هذا الجانب. النظرية نظرية الأعمال التجارية لديها بعض الالتزامات. يا جماعه انا ذكرت انه القانون هو عباره عن مصادر، يعني مصادر المسؤوليه ومصادر الالتزام في القانون تعتبر جزئيات مهمه جدا. يعني عندنا المسؤوليه العقديه، ولما نقول المسؤوليه العقديه هي المسؤوليه التي تترتب على العقد. يعني عندما تبرم عقد شراء سياره انت كمشتري عليك ان تسلم الثمن، هذا التزام، والبائع عليه أن يسلم السيارة، وهذا التزام. عدم تسليمك للثمن يرتب عليك مسؤولية. يعني المسؤولية تأتي من وين؟ يقول لك أنت مسؤول وهذا مسؤول وهذا غير مسؤول. المسؤولية عادة تأتي عندما يقصر الشخص في القيام بما هو التزم به. إن لم تسلم الثمن في زمانه ومكانه المحددين، في هذا الحال أنت أصبحت مسؤولا لأنك أصرت في أداء واجبك، وهكذا. ايضا عندنا نوع من انواع المسؤوليه يسموها المسؤوليه التكسيريه، وهذه لا تاتي من عدم الالتزام بعقد، انما تاتي من عدم الالتزام من الاخلال بالتزام عام في هذا الجانب. هذا ما يتعلق بالاعمال التجاريه بالتبعيه. وايضا بنذكر، يعني أنا عادة بلجأ للتذكير في هذه الجزئية بشكل تام كل مرة، لأني أدرك تماما أنها هي المحور الأساسي لحديثنا. إن الأعمال قسمناها الأعمال التجارية أصلية وأعمال تجارية تبعية، هذه النوع الثاني من أنواع الأعمال. النوع الثالث لدينا يسمى بالأعمال المختلطة. النوع الثالث يسمى بالأعمال المختلطة. ماذا نقصد بالأعمال المختلطة؟ أولا لو بتلاحظون أننا لم نسميها الأعمال التجارية المختلطة. لأنه لو قلنا الأعمال التجارية المختلطة لسلمنا ابتداء هي تجارية، وأصبح الاختلاط في داخل أنها تجارية، يعني يمكن أن نقول تجارية
مختلطة بين مفردة ومجاولة، وبين مفردة وتبعية، وبين مجاولة وتبعية بهذا المستوى. هنا يكون الاختلاط في هذه الجزئية، لأنه لما نقول أعمال تجارية مختلطة تبقى مضاف ومضاف إليه بين الاختلاط والتجارية. لكن هنا نقول أعمال أعمال مختلطة، ولما نقول أنها أعمال مختلطة يجب أن نعرف أنها مختلطة بين عمل مدني وعمل تجاري. يعني المقصود بالأعمال المختلطة هي الأعمال التي يكون لها وجهان، وجه تجاري ووجه مدني. وجه تجاري ووجه مدني. طيب، أمثلة بالنسبة لهذه الأعمال المختلطة، مثلا المستهلك الذي يذهب إلى أي محل من المحلات التجارية ويشتري سلعة من هذا المحل، عمله هذا يعتبر عمل تجاري، عمله هذا يعتبر عمل مختلط. يعتبر عمل مختلط. كيف عمل مختلط؟ عمل مختلط لأنه كمواطن أو كمستهلك اشترى هذه السلعة، وهذا العمل في حقه يعتبر عملا مدنيا. أما التاجر الذي قام ببيع هذه السلعة لأنه تاجر وقع بيع هذه السلعة، تعتبر في حقه عملا تجاريا. إذا نحن الآن أمام عمل تجاري وعمل مدني في نفس اللحظة. أمام عمل تجاري وعمل مدني في ذات المجال، في ذات اللحظة. أيضا الشخص الذي يذهب إلى البنك ويفتح حساب لدى البنك، ويكون غرضه من فتح هذا الحساب حفظ مدخرات فقط، ليست لها علاقة بأي نشاط تجاري، واقعة فتح الحساب بالنسبة لهذا المواطن بتعتبر عمل مدني، لأنه حسابه ليس له علاقة بالنشاط التجاري. وواقعة فتح الحساب من البنك يعتبر عمل تجاري. إذا نحن الآن أمام عمل مختلط بين العمل التجاري والعمل المدني في هذا المجال. عمل تجاري وعمل مدني في هذا المجال. أيضا في جزئية نستطيع أن نتحدث عنها اللي هو عملية النقل. يعني الشخص الذي يحجز تذكرة على الخطوط الجوية السعودية للسفر إلى أي مكان داخل المملكة أو خارج المملكة، واقعة شراء لهذه التذكرة يعتبر عملا مدنيا إذا كان يريد السفر لشأن أسري، لشأن إجازة أو غيره من الأشياء المختلفة، هذا يعتبر عملا مدنيا في حقه. شركة الخطوط السعودية عندما تقوم بحجز هذا المقعد لهذا المسافر تكون أنها قد قامت بعمل تجاري. إذا واقعة نقل هذا المسافر يعتبر عمل مختلط. وقعت نقل هذا المسافر يعتبر عمل مختلط، مختلط بين العمل المدني والعمل التجاري. عمل مدني في حق المواطن الذي يريد السفر عبر الخطوط السعودية، وعمل تجاري في حق شركة الخطوط الجوية السعودية التي تريد أن تقوم بهذا العمل. لكن بيصبح في سؤال مهم، إذا كان هذا المواطن يريد أن يسافر بقرض شأن تجاري، إذا أراد أن يسافر بشأن تجاري، إذا أراد أن يسافر لقضاء بعض الأمور التجارية يكون عمله أيضا تجاري. إذا نحن الآن نكون أمام عمل ليس مختلطا، وإنما هو عمل تجاري بحت في كل الجوانب الموجودة بالنسبة لديه في هذا الحال. أيضا إذا كان المؤلف باع كتاب خاص فيه وأعطى حقوق النشر، يعني نفس الشيء نحن لو أي واحد أمامه الآن كتاب وبدأ يطالع في هذا الكتاب، دليل أنه في جزئيات مكتوبة في هذا الكتاب اللي هي متعلقة بأن الحقوق المتعلقة بهذا الكتاب هي خاصة بالدار التي قامت بالنشر، ولا يجوز لأي جهة أن تقوم، يعني مثلا وين جميع الحقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار من الدور المحددة، ولا يجوز إعادة نسخ هذا الكتاب أو إعادة طباعته أو كلها إلا بعد الرجوع لهذه الجهة. إذا بعض المؤلفين بيقوموا بإعادة بيع حقوقهم أو بيقوموا ببيع حقوقهم لدور نشر محددة للقيام بعمل معين، هذه الدور بتمتلك هذه الحقوق، وهنا نحن نكون الآن أمام عمل يمثل عملا مختلطا في هذا الجانب. طيب،
إذا نحن الآن ذكرنا أن العمل عملاً مختلط، أين القضية؟ أين المشكلة؟ هل هنالك مشكلة؟ هل هنالك قضية؟ عمل مختلط، هو ليس تجاري ولكن عمل مختلط، أين القضية؟ القضية تظهر في أننا ابتداءً عندما أردنا أن نميز بين العمل التجاري والعمل المدني، قلنا أن الغرض من هذا التمييز ابتداء هو تحديد القانون الواجب التطبيق على أي عمل من هذه الأعمال، وتحديد المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى. يعني إذا نشب نزاع بين المسافر على الخطوط السعودية وشركة الخطوط الدولية السعودية، ولم يستطيع أن يتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين، ورأوا أنهم يجب أن يلجؤوا إلى المحاكم، فيا ترى أي المحاكم يتعين عليهم الذهاب إليها لكي يفصلوا في الدعوة الموجودة أمامه؟ هل يذهبوا إلى المحكمة التجارية؟ هل يذهبوا إلى المحكمة المدنية؟ وما هو الأساس للذهاب إلى المحكمة المدنية؟ وما هو الأساس للذهاب إلى المحكمة التجارية في هذا الجانب؟ لماذا الحديث؟ نقول هذا السؤال لأن الذهاب إلى المحكمة المدنية يعني الاحتكام للقانون المدني، ويعني الاعتماد على وسائل الإثبات المدني التي ذكرنا أنها معقدة ومحددة في بداية المحاضرة. والذهاب للمحكمة التجارية يعني الاحتكام للقانون التجاري، والاحتكام للقانون التجاري يعني أننا نعتمد على النظام التجاري ونعتمد على وسائل الإثبات التجارية التي تعتبر هي مرنة وفي كل الأحوال. حتى جماعة التقاضي حتى على مستوى العالم، التقاضي في المعاملات التجارية أسهل وأقصر طريقا في الحصول على الحقوق، بينما نجد التقاضي في المعاملات المدنية أكثر تعقيدا وتشددا في الحصول على الحقوق، وكثيرا ما يلجأ التقاضي في المعاملات التجارية للتحكيم، لأن التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات فيها كثير من المرونة يتطلبها النشاط التجاري. فنرجع لسؤالنا الأساسي، إذا نشب النزاع بين طرفين، واحد في حقه العمل المدني والثاني في حقه العمل التجاري، كيف تتم تسوية هذا النزاع؟ هل يلجأ المحكمة المدنية أم يلجأ المحكمة التجارية؟ يا ريت الناس اللي تسمعني لو لديهم مداخلات حول هذه الجزئية. نريد أن نسمع أو نرى أو نقرأ مداخلات، اللي هو نحن نسأل الآتي: إذا كان هنالك عمل مشترك اللي هو مختلط، عمل مدني في شق منه عمل تجاري، يعني أنت رحت لمكان تعجب مثلا جوالات واشتريت جوال من محل تجاري، ونشب نزاع حول هذا الجوال بينك وبين صاحب المحل التجاري، وأردت أن تذهب للمحكمة. أي شراء الجوال في حقك أنت عمل مدني، وفي حق المحل التجاري هو عمل تجاري، تريد أن تذهب إلى محكمة المحاكم. هل تذهبون إلى المحكمة التجارية التي تعتبر هي تحديدا من اختصاص النشاط التجاري، أم تذهب للمحكمة المدنية التي تقع في دائرة اختصاصك؟ والأمثلة كثيرة بالنسبة لديها، اللي هو إذا كان المسافر على مثلا الخطوط السعودية أيضا نسب نزاع حوله. طب لهذه ولهذه ما يروح ما يصل النزاع ما يفصل النزاع؟ كيف يكون الخيار؟ كيف تتم تسوية هذا النزاع بأشكاله؟ طيب نستطيع أن نقول أن الخيار هنا يحكم فيه بموجب المدعى عليه. المدعى عليه، وأنا في بداية المحاضرة ذكرت على أن أطراف الدعوة في المعاملات التجارية والمعاملات المدنية نسميه مدعى مدعي ومدعى عليه. المدعي هو الذي يرفع الدعوة، والمدعى عليه هو الذي يطالب بالحق. نقول أن إذا كان المدعى عليه في هذا الجانب يعتبر هو مدني، يجب أن ترفع الدعوة أمام المحاكم المدنية. أما إذا كان المدعى عليه تجاري
فهنا يكون المدعي بين الخيار، إما أن يرفع أمام المحكمة المدنية أو يرفع أمام المحكمة التجارية. وإذا كانت أمام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية، ففي هذه الحالة يجب أن يتم الاحتكام للنظام الذي عليه المحكمة. يعني إذا رفعت أمام المحكمة المدنية، الاحتكام يكون للقانون المدني وضوابط الإثبات المدنية. إذا رفعت أمام المحكمة التجارية، الاحتكام يكون أمام المحاكم للقانون التجاري، الاحتكام يكون للقانون التجاري وضوابط الإثبات التجارية في هذا الجانب. هذه هي الجزئيات الأساسية التي أردنا أن نتحدث عنها في هذه المحاضرة. وأعيد أن أكرر، إذا كانت الدعوة مبللة بها محكمة تجارية، هنالك قضاء لابد أن يفصل عن المحاكم المدنية نفسها في المحاكم. يعني الآن ما عادت هنالك محاكم بلاد ما فيها محاكم تجارية، ولعل المحاكم التجارية الآن أصبحت تتمدد حتى على حساب المحاكم المدنية، لأن النشاط التجاري أصبح نشاطا واسعا بكل الخيار. بنعيد هذه الجزئية، أن الخيار في تحديد المحكمة يحدد وفقا لمن هو المدعى عليه. إذا كان المدعى عليه مدني، ترفع الدعوة أمام المحاكم المدنية. أما إذا كان المدعى عليه تجاري، فهنا يكون هنالك خيار للمدعي، يجوز له أن يرفع أمام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية بأنواعها. نريد أن ننهي هذه المحاضرة بتلخيص ما ذكرناه فيها، وأكرر جزئيات محددة فيها، أن هذه المحاضرة تعتبر من المحاضرات المهمة بالنسبة لدينا. لماذا؟ لأنها هي التي تفرق لنا بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، وأيضا لأن هذه الفرق بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية هو يمثل الآن منذ هذه المحاضرة نستطيع أن نجنب الأعمال المدنية جانبا وتبقى أمامنا فقط الأعمال التجارية خلاص. فلذلك يهمنا نعرف هذا تجاري هذا مدني، هذا تجاري هذا مدني، هذه يجب أن نعرفها من هذه المحاضرة ونعتبرها مرورية بالنسبة لدينا في هذا الجانب. وقسمناها زي ما ذكرنا إلى 3 أقسام: أصلية، تبعية، مختلطة. تبعية، أصلية، وتبعية مختلطة. والأصلية قسمناها إلى منفردة وقسمناها إلى مجاورة. ومن ثم تحدثنا عن التبعية ووضحنا ماذا يعنيها، والمختلطة بأنواع المعروفة بالنسبة لدينا. فنعتقد أنه علينا أن نراجع هذه الجزئيات جيدا ونتأكد من معرفتها، لأنها زي ما ذكرنا أنها تمثل الأساس وتمثل السداء لهذه المحاضرة لهذه المحاضرة. ما يتعلق بالكويزز وغيرها إن شاء الله من المحاضرات القادمة ندخل فيها، يعني إن شاء الله هنوضح، يعني هنرسل كثير من الكويزز بالنسبة للطلاب حتى إنه تكون واضحة بالنسبة له، لأنه من خلالها هي اللي تعدنا إن شاء الله للاختبارات بشكل يكون جيد ومرتب. وأعتقد إنه عادة يعني أنا في نظامي إنه اللي يحضر ويسمع محاضرة طبعاً ما بتكون عنده أي مشكلة إن شاء الله في ما يلي ذلك، لأنه نحن نركز على المعلومة أولاً، وإن شاء الله الامتحان يأتي ثانياً، لأنه إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إحسان العمل نرى بإنه يتمثل في الحضور وفي المتابعة وفي غيره، وما أراه من مداخلات وغيرها فهي كثيراً أشياء تبشر بالخير في إنه الناس ماخذ المعلومة بشكل جيد إن شاء الله. وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاء قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا جزيلا.